السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جبت فيديو جديد ولا فيديو جديدة. جيت بواحد الوصفة اللي هي ان سالاد على شكل ان طاخت كما كتشوفوا معايا قدامكم. الوصفة سهلة ماهلة ولذيذة لذيذة لذيذة بزاف. اللي كلاها عندي كتعجبو فرانشمون، غزالة وراقية في الحطة وكتحضر فيت في. كما قلت لكم كتحضر دغيا، ما كتطلبش بزاف تاع الوقت. نتمنى الى عجبتكم تطبقوها وتخلو لي دي كومونتير ولا دي فوتو في لي كومونتير، وما تنساوش تابونا في لاشين ديالي، تخلو لي دي كومونتير وتبارطاجيو الوصفه مع احبابكم وصحابكم. ودابا غندوزو الوصفه ان شاء الله. بالنسبه للمقادير ما فيها شي حاجه بزاف. بالنسبه هنايا خديت شويه تاع الرز سلقته في الماء والزيت حتى تسلق مزيان كما كتشوفوا معايا. هنايا نوعت شويه تاع الخضره، خيزو بطاطا الكورجيت، الى عندكم حتى لي بيتي بوا ولا لوبيا شعره هي زيدوها. فورت ها الخضره نات. عندي هنايا المايونيز اللي غادي نجمع به الرز، عندي شويه تاع الملحه، شويه تاع البزار، عندي البيض تاع السمان باش غادي نزوق، عندي لا طوماط سوريس هي باش غادي نزوق، المايس حتى هو غادي نزيدو على الرز، عندي الطون ناتوري بالماء اللي غادي نصفيه، عندي الفرماس تاع الساندويتش. هاد الوصفه هادي خدات لي باكيه ونص. وعندي شويه تاع الخس وش واحد 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 الخياره هي باش غادي نزوق والخص. صافي هادشي اللي كنحتاج في هاد في هاد في هاد الوصفه هادي. كما شفتوا معايا هنايا خديت واحد المول اللي كيتحل خليته على جنب. غادي ناخذ هنايا الرز ديالي، غادي نزيد عليه الخضره كامله اللي عندي، غادي نزيد عليه داك المايس اللي غسلته، ضروري المايس يتغسل لحقاش غير معلب. غادي نزيد عليه داك الطون اللي حتى هو حيت له الماء ديالو، شويه تاع الملحه، شويه تاع البزار. هنا غادي نزيد المايونيز اللي غيجمع ليا داكشي داك المقادير ديال كاملي. الا ما جمع لياش غادي نزيد شويه المايونيز. المايونيز باغدو هنايا بديت كنخلط، ما غاديش يقدني، وغادي نزيد شويه تاع المايونيز باش تجمع ليا. خاصها تكون مجموعه باش من نطاليها في المول ما تهرش ليا، ما تحلش ليا داك زعما، ما تشتتش ليا الرز. كما شفتوا معايا هنايا زدت شويه تاع المايونيز، صافي خديت المول ديالي اللي كنت غسلته ومسحته من قبل. غادي نخوي فيها كاع داك الخليط اللي عندي، غادي نطاليه مزيان في ديك اللاطه في داك المول مزيان، بركو مزيان بالمعلقه باش ما تبقى حتى شي حاجه حتى شي بلاصه خاويه. خديت واحد طبسيل باش نحط فيه ديك الشلاضه ديالي. صافي حيتها من المول، حيتها غير بشويه باش ما طيحليش. هنا غادي نزيد واحد شويه تاع المايونيز من الفوق، غادي ندهن شويه تاع المايونيز من الفوق. تقدروا ديروا حتى في الجناب الا كان الفرماج ديالكم غادي يطيح ليكم، تقدروا ديروا حتى شويه في الجناب. صافي غادي نطاليه فوق داك الرز ديالي المايونيز، وغادي نبدا ندير الفرماج. بالنسبه للفرماج ديال الساندويتش ها انتما كتشوفوا معايا حليتها، وغادي نقسمها على جوج. كل باكيه تاع فرماج كنقسمها على جوج. صافي وكنبدا ندور على الشلاضه ديالي. بالنسبه للفرماج كندير وحده على وحده،
كما كتشوفوا معايا ما كنخليش الفراغ، ضروري ندير وحده على وحده باش ما يبقى ليش الفراغ، باش ما تجيش زعما هكا الفراغ ما يجيش فيها الفراغ وصافي. غادي نكمل على على هذا الشكل هذا حتى نكملها كامله. صافي هنا دورتها كامله بالفرماج. هذيك الخويه اللي عندي الوسط شديت الخس قطعته عشوائي وعمرت به هذيك الخويه. مهم الزواق على حسابكم نتوما اللي بغيتو ديروه. انا خديت واحد مطيشه نقيتها ودرتها على شكل وريضه وحطيتها الفوق في الوسط باردون. بالنسبه للخيار شديته قطعته شرائح طويله ودورته وحطيت فوق منه واحد مطيشه وتا هو زوقت به. كذلك بالنسبه للبيض السمان تا هو زوقت به هو مطيشه سوغيز. خديت واحد البيضه تاع السمان تا هي فندتها في البافو وحطيتها الوسط ديك الوريضه. وهنايا خديت واحد شويه تاع البافو دورته على على الفرماج ديالي. صافي الخس اللي شاط ليا دورته على الطبسيل باش ما يجينيش الطبسيل خاوي، دورته على الطبسيل وصافي. هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالي ونتمنى تعجبكم. صافي كما شفتوا معايا هنا ساليتها. نتمنى تعجبكم وتبارطاجوها مع احبابكم وصحابكم، ونتمنى تديروا لي دي جيم دي كومونتير وتابوناو في لاشين ديالي حتى تلقاو فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم.